تستمر كوادرنا الفنية في عموم مواقع فرع صلاح الدين باستلام الحبوب المسوقة من الأخوة المزارعين للموسم التسويقي 2022 ابتداء من موقع صومعة الشرقاط وموقع مجمع حبوب بيجي وصومعة تكريت ومجمع حبوب الدور ومجمع حبوب العلم صومعة الطوز وانتهاء إلى مجمع حبوب سامراء. بلغت الكميات المستلمة لغاية اليوم 171 ألف طن. اقتربنا والحمد لله من تحقيق التأمين الاكتفاء الذاتي لمحافظة صلاح الدين. من خلال إذاعتكم نوجه رسالة الإخوان اللي احنا في صلاح الدين بأن الحبوب متوفرة في محافظة صلاح الدين لمدة عام كامل، وفرنا خزين لسنة كاملة قادمة إن شاء الله. بالنسبة لمستحقات المزارعين لـ 2022 وصلتنا الدفعة الثانية من مستحقات المزارعين لهذا الموسم، بلغت 17 مليار متوزعة حسب نسبة الاستلام من الحبوب للمواقع صلاح الدين. العام الماضي تم تصفيرها بالكامل، ما أي مزارع ما بقات له أي كمية، الكل استلمت مستحقاتها الموسم 21 والحمد لله. هاي المبالغ اللي لهذا 2022 موسم 2022 خلال الأسبوع القادم أو بهذا الأسبوع إذا نزلت بالمصرف بحسابنا نباشر بتوزيعها مباشر. الحمد لله المبالغ متوفرة، وهاي طبعا ناتجة عن خطة وضعتها الوزارة والشركة العامة لجهات الحبوب متمثلة بالسيد معالي الوزير والسيد مدير عام الشركة العامة لجهات الحبوب. يعني وضعت حقيقة خطة عالجنا تم من خلال هذه الخطة معالجة المشاكل المواسم التسويقية السابقة والحمد لله. طبعا يعني وجه يعني الموسم العام السابق كان موسم يعني تدري نسبة الأمطار كانت أكثر يعني بالموسم الماضي. الفلاح بالموسم الماضي يعني كان مستحقات المالية مو بالنسبة للتجهيزات الزراعية استلم مبيدات استلم سماد بالموسم الماضي. الموسم اللي سبق موسم 2022 يعني قليل الماء الفلاح ما استلم المبيدات ما استلم تجهيزات زراعية، بحيث هذه كلها قلة الأمطار عكست على قلة الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي. الإنتاج أقل بس كنظام وكآلية استلام السنة نعدها أن يعني نعتبرها سنة مثالية بالتسويق بالآلية التوزيع الصكوك تنظيم الطوابير أمام السالوات فتح السالوات من وقت مبكر، كل هذه أدت إلى يعني عدم تزاحم السيارات أمام المواقع وبالتالي عكست إيجابيا على المزارع الكريم.